السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك الثبات في الدنيا والآخرة والعفو والعافية. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم في هذا الدرس بإذن الله عز وجل عن علامات العين والحسد بقدرة الله عز وجل، حتى يستفيد المتتبع الكريم بقدرة الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تشاركوا هذا البث لأنه مفيد جدا بإذن الله عز وجل. أول شيء اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن ثلاث علامات للعين والحسد بإذن الله سبحانه وتعالى، وما تأثير هذه العلامات، وكيف تؤثر هذه العلامات على الإنسان بإذن الله. فمن العلامات التي هي تؤثر على الإنسان، بارك الله فيكم، المرض المشارك بكثافة بإذن الله عز وجل. العلامات التي تؤثر على الإنسان ومن بينها وهي أخطر هذه العلامات، وهي أول شيء بإذن الله هو ضيق الصدر. هنا ضيق الصدر بإذن الله عز وجل، يعني ضيق الصدر هنا يأتي للإنسان بتأثير قوي جدا، يؤثر على الإنسان بتأثير قوي جدا. ولهذا بارك الله فيكم يجب علينا أحبابي الكرام أن نبدأ بإذن الله عز وجل بالعلاج لأنفسنا، وأن نعالج أنفسنا بقدرة الله عز وجل. كما قلنا أحبابي الكرام، يعني ضيق الصدر هنا، وهذه تأتي، يعني تأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني يكون في الإنسان خنقة في صدره، خنقة قوية في الصدر، وهي تدمر الإنسان بكثرة، تدمر الإنسان بكثرة. ولهذا أحبابي الكرام يجب علينا بقدرة الله عز وجل أن نعرف هذه العلامات. قلنا ضيق الصدر بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال بإذن الله عز وجل. فالمسألة أحبابي الكرام، المسألة الثانية وهي الخوف. الخوف تراه كثيرا عند الرجال وعند النساء، الخوف تراه كثيرا عند النساء وعند الرجال، ويأتي هذا الخوف في منطقة الصدر ومنطقة المعدة، أو كما نقول بإذن الله عز وجل فم المعدة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هنا يكون الخوف كثير جدا، وهذا يعني يسيطر على الإنسان حتى سبحان الله، يعني لا يعرف أبدا ما به، ولا يعرف يعني ما هو هذا، يعني ما هو هذا التأثير. فهمتم؟ يعني سبحان الله، يعني يأتي هذا الخوف كما نقول، يعني هذا الخوف يأتي الإنسان حتى أنه لا يعرف ما الذي أصابه، يعني يخاف كثيرا جدا، وتبدأ حياته كلها بعقبات. ألم في الأكتاف، وهذا الألم في الأكتاف يعني قبل أن نتكلم عليه نرجع إلى الخوف. فالخوف هنا يأتي الإنسان حتى أنه يصبح يخاف في البيت، يخاف في الأماكن العامة، يخاف من كل شيء. فهمتم؟ يعني يخاف في البيت، يخاف في الأماكن العامة، يخاف من كل شيء، يعني لا يستطيع أن يجلس ولو في مكان بسيط جدا، يعني لا يستطيع أبدا أن يجلس في مكان بسيط جدا، سبحان الله. ومن هنا حينما يأتي الخوف يأتي عندنا ضيق الصدر، وهذه يعني مسائل سبحان الله، يعني مسائل خطيرة جدا، يجب على الإنسان أن يعالج نفسه منها بإذن الله. هذا الخوف من نتيجة الإنسان يعني يعطينا ألم الأكتاف. فألم الأكتاف أحبابي الكرام يعني تأتي مثل العقد في الأكتاف، يعني كتلقى كتاف ديالك ملور محبوسين عليك، يعني ما قاد دير حتى شي حاجة، وما تقدرش تصبر حتى شي حاجة، وما عندك الخاطر حتى شي حاجة، يعني كأنك سبحان الله، يعني كأن الجبال على أكتافك. وهذه يعني من أكثر أحبابي الكرام، من أكثر المسائل التي تصيب الإنسان سبحان الله. فأسأل الله عز وجل أن يشفيكم أحبابي الكرام، وأن يعافيكم، وأن يبعد الداء والمرض عنكم أحبابي الكرام. نتكلم هنا عن أغلبية الناس التي تصاب بالعين والحسد، ويجب على الإنسان هنا أحبابي الكرام أن يركز جيدا. وأقول لكم أحبابي الكرام، إذا أعجبتكم هذه النوعية من الفيديوهات بإذن الله سنبدأ في نشرها، فاكتبوا الحمد لله وعلى بركة الله.
قلنا أحبابي الكرام، أغلبية الناس المصابة بهذه الأمراض هي تكون كالتالي: تكون الفتاة والرجال، والعين والحسد، يعني تبدأ بالعين، العين هي عند أغلبية الناس، يعني عند أغلبية الناس، فنسأل الله عز وجل السلامة. فحينما الإنسان يذهب إلى يعني إلى خطوبة أو إلى يعني مكان في تجمع، يعني لا يعمل أذكار ولا يعمل أي شيء، يعني لا يعمل هذه المسائل أبدا، يعني يبدأ ويذهب عادي جدا. فهنا حينما يذهب ويبدأ عادي جدا، فهنا يعني تأتيه العين، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا يعجبه فليبارك له أو ليدعو له بالبركة. إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا يعجبه فليدعو له بالبركة أو يبارك له، يعني إذا لشتي شي حاجة من أخوك عجبتك فما فيها بأس أنك تقول اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، يعني شي حاجة من أخوك وعجبتك أنك تقول الحمد لله اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، ما فيها بأس. فاللسان الرطب بذكر الله دائما ما تجد صاحبه عنده قلب طيب، سبحان الله. فهمتم أحبابي الكرام؟ الإنسان الذي تجد قلبه يعني لسانه ذاكرا بالله عز وجل، تجد قلبه مطمئنا بذكر الله سبحانه وتعالى. فلا بد للإنسان أن يعرف أن الله عز وجل سيحفظه. حينما يذهب الإنسان إلى المدرسة فليقل الأذكار، حينما يريد أن يلبس ثوبا جديدا فليقل الأذكار. أحبابي الكرام، هنا نأتي لطريقة العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى من العين ومن الحسد بإذن الله عز وجل. أحبابي الكرام، العلاج من العين والحسد هي أغلبية الناس، أغلبية الناس تصاب في هذا الزمان بالعين والحسد، لأن الناس لا تقل تبارك الرحمن. أول شيء أحبابي الكرام، يجب علينا أن نبدل الأغاني بالاستماع إلى القرآن الكريم، يعني أن نضع سماعات وأن نستمع أحبابي الكرام للرقية الشرعية بإذن الله عز وجل، وأن نستمع للرقية الشرعية بإذن الله، وهي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي بإذن الله عز وجل، أو في يوتيوب أو فيسبوك. يعني نبدأ بالاستماع للرقية الشرعية الخاصة بالعين والحسد حتى تخف التأثيرات بإذن الله عز وجل. ثانيا أحبابي الكرام، الحجامة، وهي مفيدة جدا لفك عقد العين والحسد بإذن الله عز وجل. يعني يجب علينا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نذهب عند بالنسبة للأخوات، يعني يجب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى أن تذهب عند إنسانة تعمل الحجامة بإذن الله سبحانه وتعالى، أو بالنسبة للرجال يجب عليه أن يذهب عند رجل يعمل الحجامة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة لا بد للإنسان أن يعرف وأن يتأكد أن الإنسان لا بد له أن يعالج نفسه، لأن في هذه الدنيا أحبابي الكرام دائما ما نبحث عن ما هو جميل، ونريد أن نكون الأفضل في العالم، ونريد أن نكون الأحسن، فاللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. كما قلنا أحبابي الكرام، لا بأس للإنسان أن يذهب ويبدأ بالحجامة بإذن الله عز وجل. كما قلنا أحبابي الكرام، الحفاظ أحبابي الكرام على الأذكار، الحفاظ على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصباح، أذكار المساء، يعني الأذكار عامة بإذن الله عز وجل، في اليوم وفي الليل بإذن الله. وإذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فلا يقترب منك الشيطان. فكما السؤال، يعني ما معنى الحجامة؟ وهذا سنعمل لها بإذن الله عز وجل درسا بإذن الله سبحانه وتعالى، درسا بإذن الله عز وجل ليفهم الجميع. أما مواضع الحجامة المخصصة بالنسبة للعين فهي تكون في البطن، وتكون في الصدر، وتكون في الأكتاف بإذن الله عز وجل. ومن الناس من يعمل حجامة في رجليه، ربما يعني لجمال ساقيه أو لجمال ركبتيه وما جوار ذلك، يعني يعمل حجامة في هذه المسائل. أما مسألة أحبابي الكرام الحجامة، ما معنى الحجامة؟ يعني هي أن نضع قرورات في مكان، يعني في موضع الحجامة، وهذه الإنسان إذا أراد أن يعرف ما معنى الحجامة فيدخل ويكتب في جوجل أو في أي شيء ما معنى الحجامة، وبإذن الله سيفهم ويعلم بإذن الله عز وجل. كما قلنا أحبابي الكرام، الحفاظ على الأذكار، يجب على الإنسان أن يحافظ على الأذكار بإذن الله سبحانه وتعالى، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الوضوء، أذكار الخروج من البيت، أذكار الرجوع من المنزل، يعني جميع الأذكار بإذن الله سبحانه وتعالى يجب على الإنسان أن يحافظ
عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ويجب على الإنسان إذا أوى إلى فراشه فليأوي إلى فراشه وهو متوضئ بإذن الله سبحانه وتعالى. فأي سؤال أحبابي الكرام فأرقامي الواتساب يعني على الشاشة بإذن الله سبحانه وتعالى، راسلوا على الواتساب بإذن الله سنجيبكم بقدرة الله عز وجل. أخيرا أحبابي الكرام، الحفاظ على الوضوء أحبابي الكرام، لأن الوضوء هو سلاح المؤمن. الوضوء أحبابي الكرام هو سلاح المؤمن، يجب على الإنسان أن يحافظ على وضوئه بإذن الله حتى لا يقترب منه شيطان ويقترب منه أي شيء. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم الخير، هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان أي خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأسألكم الدعاء بإذن الله عز وجل في درس بإذن الله عز وجل آخر سنشرح فيه علامات العين التي يتركب عنها المس بإذن الله عز وجل، ويدخل يدخل الجن للجسد بإذن الله سبحانه وتعالى. فأحبابي الكرام، اللهم ارزقنا الكفافة والعفاف والرضا يا رب العالمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.